اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره بالتاكيد مهمه جدا لان محتاجين نعرف اخبار الفريق واخر الاستعدادات لمباراه الدحيل. وبنتكلم النهارده الثلاث، يعني خلاص 48 ساعه لهذه المباراه وانطلاقه مباريات كاس العالم للانديه. والنهارده بالتاكيد اكتر يوم فيه تفاصيل متعلقه بالاستعدادات لمباراه الدحيل، تفاصيل فنيه، تجهيز، التحضير، في امور كثيره جدا. لذلك اذهب مباشره الى مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي مع امير هشام موفد قناه النادي الاهلي عشان نعرف منه اخر التطورات والجديد من داخل مقر البعثه والكواليس الحصريه. مساء الخير يا امير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بيك. طيب النهارده اليوم بالتأكيد حافل في تدريبات مهمة جدا، النهارده بنتكلم في التدريب الأساسي والرئيسي قبل مباراة يوم الخميس. بالظبط. الجديد عندك والتفاصيل اللي ممكن شفتها منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظات قبل التوجه إلى ملعب المران. طيب خليني اقول لك يا محمد ان الامور ماشيه بشكل جيد ومميز جدا بالنسبه للفريق ككل، جهاز فني ولاعبين، الكل بيستعد بشكل قوي ومميز للمباراه المقبله والاولى في كاس العالم للانديه باذن الله بعد بكره المباراه. خلاص 48 ساعه العد التنازلي ابتدى لانطلاق اول لقاء للنادي الاهلي امام الدحيل، فبالتالي الكل في اعلى معدلات التركيز سواء جهاز فني او لاعبين، الكل خلاص دخل اجواء المباراه بشكل كامل. ده من خلال كمان بعض يعني الجلسات اللي بتبقى ما بين اللاعبين والجهاز الفني والحديث عن المباراة وكيفية مواجهة فريق الدحيل وكيفية التغلب عليه بإذن الله تعالى. لكن خليني أقول لك يا محمد أن الكل مدرك قدرات فريق الدحيل. الدحيل في الحقيقة فريق قوي وخلاص، يعني أصبح البعثة تقريبا بالكامل بقت ملمة بإمكانيات هذا الفريق، يعني مش بس جهاز فني ولاعبين، يعني خليني أقول لك الكل تقريبا كلنا بقينا مذاكرين فريق الدحيل وعارفين ايه يعني نقاط القوة نقاط الضعف اللي عنده، بالتحديد الجهاز الفني واللاعبين هم ادرى كمان مننا بكل تاكيد بخصوص هذه الجوانب الفنية، وعارفين ازاي يتعاملوا معاها باذن الله. التوفيق باذن الله كمان يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراة. خليني اقول لك كمان يا محمد ان بعد ساعة تحديدا من دلوقتي هتكون في محاضرة من مستر بيتسو موسيماني للاعبين وقبل التحرك مباشرة لملعب التدريبات الخاص بالنادي الاهلي، والنهارده هيكون اخر مران للنادي الاهلي على هذا الملعب قبل مران الغد اللي هيكون على الاستاد اللي هيستضيف مباراه بعد غد باذن الله ما بين الاهلي والدحيل. برضو خليني اقول لك بعض الاخبار الجديده والمهمه واللي بتتعلق بالاجتماع الفني الخاص بالمباراه. بكره هيكون في اجتماع فني زي ما احنا عارفين بيبقى قبل المباراه ب 24 ساعه، لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه وصلت لمسؤولي النادي الاهلي معانا هنا في البعثه بخصوص موعد الاجتماع، لكن هو مؤكد هيكون بكره، وهو مؤكد كمان هيكون من خلال فيديو كونفرنس، ده طبقا للاجراءات الاحترازيه والطبيه المتبعه هنا قبل المونديال. خليني اقول لك ان الاقرب ان الاهلي هيرتدي الزي الرمادي في اسود، ده اللي هيكون اقرب بنسبه كبيره لان الدحيل بيلعب على ارضه، فبالتالي الزي الاساسي بالنسبه له هو الزي الاحمر، لكن برضه هنشوف بكره الاجتماع الفني هيصفر عن ايه. خليني اقول لك كمان برضه يا محمد ان بكره المسحه الرئيسيه واللي هتكون تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم هتكون في تمام الساعه 9 صباحا بتوقيت المونديال، والنتائج هتطلع على اخر اليوم باذن الله تعالى تكون الامور كلها ايجابيه وجيده، ايجابيه طبعا من حيث الحاله تكون جيده، يعني لكن الحالة كل المسحة العينات تبقى سلبيه عشان الكل يبقى متاح الكل يبقى متاح باذن الله تعالى في مباراه الدحيل يوم الخميس. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي كجهاز فني وكلاعبين. البرنامج اليومي بالنسبه للنادي الاهلي ماشي كما هو في الاطار الطبيعي بتاعه، والكل خلاص زي ما قلت لك يعني مركز خلاص كل التركيز في مباراه الدحيل يا محمد. طيب عايز اعرف منك يا امير، انا عارف بيتس موسيماني ما بيعملش حاجه على مدار اليوم غير ان هو يذاكر الفرق المنافسه وبيعمل تحليل وسكاوتنج والكلام ده كله، هل بالفعل يمكن في كلام كان اتقال ان هو حتى بخلاف المحاضره الرئيسيه بيدي فيديوهات للعيبه على الاجهزه المحمول الخاصه بيها او اللابتوب تتفرج هي حتى تشوف تحركات اللاعب المنافس، تحركات الفرقه، حتى في حراسه المرمى مين اللي بيسدد، في تفاصيل كده معينه بيتسو بيحب يعيش اللعيبه اللي هتلعب معاه المباراه اجواء المباراه قبلها بيومين ثلاثه.
فعلا يا محمد زي انت بتقول الكلام ده كمان ابتدى من قبل ما نوصل هنا للمونديال. يعني الكلام ده كان من خلال ان الجهاز الفني ومحللي الاداء كمان تحديدا بيبعتوا لقطات كتير جدا ومباريات لفريق الدحيل على الاجهزه الخاصه باللاعبين من خلال الايميل الخاص بكل لاعب، واللاعبين حتى اتفرجوا على كم كبير جدا من اللقطات لهذا الفريق سواء على متن الطائره اللي وصل على متنها النادي الاهلي واللي وصلوا من خلالها لقطر، كانوا بيتابعوا كل التدريبات اللي بتتعلق بفريق الدحيل او كل المباريات يعني تحديدا. وكمان الامر ده مستمر هنا، يعني الكل بيتابع، الكل بيشوف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، السلبيات والايجابيات، ازاي نتعامل مع الدحيل، الامور تبقى ماشيه زي السيناريو الخاص بالمباراه. فده فعلا بيحصل من خلال مستر بيتسو موسيماني، اكتر واحد طبعا مهتم بالامر ده. اللاعبين طبعا اكيد مهتمين، لكن انا بتكلم على المدير الفني تحديدا لان هو اللي ليه او في ايده القرارات اللي بتتعلق بالمباراه، سواء بقى كتشكيل، سواء كسيناريو معين، كتغييرات، كلها امور في يد مستر بيتسو موسيماني. خلاص يعني خليني اقول لك يا محمد، بقى ملم جدا جدا بكل امكانيات فريق الدحيل، وفي خلال كلامه معانا يعني بيأكد دايما ان الفريق ده صعب، مش سهل اطلاقا اطلاقا. فريق مميز جدا، فريق عنده عناصر على المستوى الفردي يعني مهاريا عاليه قوي قوي، فبالتالي هو عارف كويس باذن الله ازاي هيقابل فريق الدحيل وازاي باذن الله تعالى يتخطى هذه المباراه. لكن انا عايز اكد يا محمد لان دي نقطه مهمه قوي، المباراه غايه في الصعوبه. طيب فريق مش في المتناول او مباراه مش سهله بالنسبه للنادي الاهلي يعني. اتفضل. طيب انت اتكلمت عن الاجتماع الفني امتى والبرنامج لغايه موعد المباراه، لكن في جزئيه كمان عايز اطمن عليها من خلالك. اللاعبين داخل فندق الاقامه من خلال متابعتهم لفريق الدحيل ومن خلال اللقاءات اللي انت اجرتها مع عدد من اللاعبين وافراد الجهاز الفني حتى هذه اللحظات، ابرز تصريح او ما لمسته من تصريحات اللاعبين والجهاز الفني كحاله انت رصدها داخل المعسكر ومن خلال خبراتك بقى في سفرياتك مع البعثه خلال فترات سابقه، ايه الجديد اللي انت شايفه المره دي او التصريح اللي لفت انتباهك قبل مباراه الدحيل يوم الخميس ان شاء الله؟ انا اللي عاجبني بصراحه محمد من خلال الكواليس بتاعه الفندق ومن خلال حديث اللاعبين مع بعضهم او معانا كمان كبعثه اعلاميه، ما حدش بيفكر في ما بعد مباراه الدحيل الا بعد انتهاء مباراه الدحيل. يعني ما حدش بيتكلم في احنا ممكن هنقابل مين او مين مستنينا في نص النهائي او كام من ده، الموضوع ده مش بنسمعه خالص هنا في مقر الاقامه. في الحقيقه الكل بيفكر بس ازاي تكسب الدحيل، ازاي تلعب مباراه كبيره، ازاي تسعد جماهير الاهلي اللي استقبلت الفريق هنا احسن استقبال في الحقيقه. ولغايه دلوقتي دايما بيتواصلوا معانا من خارج مقر الاقامه طبعا، وبيطمنوا على الفرقه وبيقولوا للناس وبيقولوا للبعثه وبيقولوا للاعبين ان احنا في ظهركم وهنبقى موجودين في ملعب المباراه وهنشجعكم وهنسندكم بكل قوه يعني. فدي حاجه جيده جدا يا محمد ان ما حدش بيتكلم خالص غير على الدحيل فقط ليس الا، ما فيش تطرق لاي امر خالص. وده انا فعلا لما من خلال احاديثي مع اللاعبين ومع اعضاء الجهاز الفني، وفي الحقيقه ده كان مطلوب جدا لان احنا دايما ممكن بيبقى عندنا امنيات وطموح كبير، لان طبعا طبيعي جماهير النادي الاهلي اللي بيشجع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي كبير جدا، طبيعي جدا انه يكون بيفكر في يعني نقاط بعيده في البطولات المختلفه حتى لو هي كاس العالم للانديه والمنافسه فيها صعبه للغايه. لكن الواقعية هي الأنسب خلال الفترة الحالية. الواقعية بتقول إيه؟ بتقول إن أنت عندك ماتش يوم الخميس مع الدحيل، لازم تكسب بإذن الله تعالى، ربنا يكون موفقك وتكسب، هتعمل كل اللي عليك وهتعمل المجهود اللي عليك، بعد المباراة دي بقى تفكر في الخطوة اللي بعديها. فده أمر في الحقيقة إيجابي أنا لمسه بشكل كبير هنا يا محمد. أكيد. أمير هشام موفد قناة الأهلي من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإيضاحات، ونتمنى يا رب التوفيق للفريق بالكامل بإذن الله في مباراته بعد غد أمام فريق الدحيل.